وللحديث عن تطورات المشهد الليبي ينضم إلينا من إسطنبول الكاتب والباحث السياسي الليبي نزار كريكش. سيد نزار، مرحبا بكم. إلى ما ترجع فشل مجلس الأمن بالاتفاق على مشروع قرار يطالب الأطراف في ليبيا بوقف القتال هناك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يعني أظن أن الفشل هو تضارب المصالح والمفاجأة التي حدثت بهذه الحرب وعدم وجود رؤية واضحة لدى كل دولة في مصالحها، لأن التناقض كبير بين فرنسا وإيطاليا وكذلك بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية. روسيا ترى بأن استمرار الصراع ينبغي أن لا يلام فيه خليفة حفتر وحده، بينما الولايات المتحدة الأمريكية تحاول أن تلعب بما يعرف بالدبل جيم، يعني بمعنى أن تكون لها سياستين، سياسة تتعامل بها مع حكومة الوفاق والأخرى تتعامل سرا مع خليفة حفتر لترى كيف تمضي الأمور والتوازن على الأرض. أظن أن السياسة الواقعية هي السائدة في المشهد الآن. الكل ينتظر الحرب إلى أين تمضي وما المنتصر سيتعاملون معه كما هي السياسة الواقعية في العلاقات الدولية. سيد نزار، أمام كل هذه الدول التي ربما لها أقدام داخل ليبيا، هل هناك مخاوف من عملية تدويل الصراع الليبي؟ هو أصلاً هو الآن دويل الصراع الآن، طيب، خاصة في الصراع بين فرنسا وإيطاليا. لكن المخاوف الحقيقية إذا استمر الصراع بهذا الشكل، تسمعني؟ نعم نعم تفضل. استمر الصراع بهذا الشكل ومع وجود حامل الطائرات أبراهام لينكولن في البحر الأبيض المتوسط، هناك معلومات تقول بأن هناك نقاشات بين إيطاليا والولايات المتحدة الأمريكية لاستخدام هذه الحاملة في حال انتشار حرب شاملة في طرابلس. بالتالي هذا السيناريو أصبح يذكر في بعض الدراسات حول إمكانية التدخل الدولي. لكن على الأرض الآن السيطرة مستمرة لقوات حكومة الوفاق وهذا ما يبعد هذا السيناريو. هناك سيد نزار، هناك تدفق كبير للأسلحة إلى ليبيا، والمبعوث الأممي تحدث عن موضوع انتهاء الحرب، يبدو أمرا مبكرا. هل تتفق مع هذا الطرح سيد نزار؟ يعني هو الصراع، أي حرب يصعب توقع مساراتها. نعم. لكن الآن على الأرض هناك سيطرة حقيقية لقوات الوفاق، هناك جيش في منطقة جنوب غرب طرابلس، ولكن الظاهر الآن على الأقل في الأوقات الراهنة يمكن القول بأن إمكانية طرد هذه الجموع وهذا قد يغير في المواقف الدولية، فبالتالي يمكن أن نتجه إلى نوع من الاستقرار. سيد نزار، منظمة الصحة العالمية أكدت ارتفاع ضحايا المعارك في ليبيا وأعطت رقما هو 220 قتيلا. من تحملون المسؤولية عن سقوط كل هذه الأعداد الكبيرة في ليبيا؟ يعني هو المسؤول البادئ أظلم، يعني المسؤول هو من بدأ هذا العدوان، لأن كان المسار كله مسار سياسي وكان هناك مؤتمر جامع. هذا الملتقى الجامع للأسف لم يحصل بسبب هذا العدوان، فالمسؤول الأول والأخير عن هذه الحرب هو من ابتدأها وهو خليفة حفتر. تعتقد سيد نزار هناك ربما تكون تحركات جدية لوقف إطلاق النار؟ الآن هو الإشكال من المصالح لما تضاربت بين هذه الدول كيف يمكن الخروج من هذا الحرب، هذا هو السؤال. يعني لو تدخلت فرنسا ستتدخل إيطاليا، لو ساندت الإمارات حفتر بشكل واضح سيكون هناك ضغط من تركيا وقطر وكذلك من إيطاليا، فالكل يخاف من بعض، وهذه سمة في العلاقات الدولية الليبية لأنها منطقة مجال حيوي أكثر من دولة. فبالتالي الإشكال الآن استراتيجية الخروج كيف ستكون؟ إما أن يكون هناك تدخل حاسم من القوات الأمريكية عبر قوات الأفريكا، أو أن يحسم قوات الوفاق ويترك الأمر لقوات الوفاق أن تحسم وأن يبتعد حفتر إلى المنطقة الشرقية، ثم بعد ذلك يبدأ الحديث عن مسار سياسي جديد. سيد نزار، هل يمكن التعويل على أن هذه القوى الغربية ستساهم في إنهاء أو نشوب النزاع الحاصل حالياً؟ إذا أخذنا بالمدرسة الواقعية فالتعويل على الأرض، التعويل على قدرة قوات حكومة الوفاق على إثبات أن قوات حفتر غير قادرة على السيطرة على ليبيا، وأن قوات حفتر لا تمثل الجيش الليبي، وأن النموذج العسكري لا يصلح للليبيين. أظن التعويل الأساسي على التوازنات على الأرض، وهذا سيجدر الجميع، لأن الجميع أظهرت كل الدول أنها لا تهتم لا بالديمقراطية ولا بحقوق الإنسان ولا بالدولة المدنية
إنما تهتم بمصالحها والتوازن على الأرض. سيد نزار، الأنباء تتحدث عن معارك عنيفة قرب مطار طرابلس، برأيكم إلى أين يتجه المشهد العسكري؟ والله هو هذه الجيوب الموجودة في منطقة هي 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 المزعجة، لأنها تستعمل السلاح الثقيل إذا تتحصن بالمدنيين وقوات حكومة الوفاق لا تريد أن تحدث ضررا في المنطقة. هذا أعطاها بعض القدرة على إحداث شغب في المنطقة، لكن استراتيجيا وعسكريا لا أظن أن تكون لها تأثير على طرابلس. من إسطنبول الكاتب والباحث السياسي الليبي نزار كريكيش، شكرا جزيلا لكم.